السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا منشار جيكسو أو منشار أركات من ماركة باور أكشن. أنا الحقيقة يعني سمعت على ماركة باور أكشن دي من حوالي شهرين ثلاثة بس، يعني ما كانتش موجودة قبل كده في السوق المصري. أول مرة أشوف أي معدة من معداتها، فدي بتاعت صديقي ضياء، أدمن معانا في جروب بنفسك. هو جابها لأن فيها ميزة يعني غريبة شوية. معدات باور أكشن بتاخد بالظبط نفس البطارية بتاعة الماكيتا، فهو طبعا اشترى من تول، بس اشترى تول اونلي عشان خاطر عنده هو بطاريات الماكيتا وعنده الشاحن بتاع الماكيتا. فكويس قوي على فكرة ان شركة تعمل ان البطاريات بتاعتها تشتغل ببطاريات تكون معروفة، يعني ما تبقاش ليها البطاريات بتاعتها الأصلية اللي الواحد ما يعرفش يشتغل إلا بيها. يعني لو كانت عمل نوع من انواع الستاندرديزيشن للبطاريات كانت تبقى حاجه ظريفه بصراحه، بس للاسف الكلام ده مش موجود خالص. انا عمري ما شفت باور اكشن تول قبل كده، فنبص عليها مع بعض كده ونشوف اخبارها ايه. دي اللي بتركب في المكنسه عشان تسحب النشاره، دي المسطرة ضعيفة جدا، حاجة ضعيفة ضعيفة يعني رفيعة جدا، يعني ما تحسش فيها كده ان هي ذات جودة الحقيقة. يعني ده المنشار، تشيل العلبة، جاي معاه ايه؟ كتالوج وسن، جاي مع سن اهو. عادة الكتالوجات الصيني ما بهتمش بيها قوي، ما بيبقاش فيها حاجة. قطع الغيار اهي بتاعته، بس انا مش شايف لها لا ارقام ولا اي حاجه خالص، يعني هو بس بيشرح كل حاجه منهم اسمها ايه وخلاص، لكن مش شايف اي بارت نمبرز بحيث الواحد لما يجي يطلب حاجه يبقى عارف بيطلب ايه بالظبط. التنظيف والصيانه والتزييت والسيفتي. ماشي، فيها شبه كبير جدا من التوتال، يمكن عشان اللون مثلا او حاجة، نفس ال تحس ان نفس الفينش كده بس متغير شوية. يعني الفينش نضيف الحقيقة، نضيف نضيف يعني، بس ادخلكوا عليه زوم كده، بس في الاول وفي الاخر ده البلاستيك، يعني مش هنحكم بالبلاستيك. يعني على اساس ان دي معدة صيني فالفينش بتاعها نضيف فعلا. يعني كاتبين هنا ان هو من 0 ل 2700 ستروكس طبعا، يعني عمق القطع 80 مليمتر، صعب متهيألي شوية. 80 مليمتر دي صعبة جدا، 8 سنتي يعني، يعني ده ممكن يقطع لحد 8 سنتي، اعتقد صعب شوية، مش هيطلع القطع نضيف ابدا يعني 8 سنتي. ده في رأيي الشخصي للحاجات اللي هي يعني بالكتير قوي قوي 2 3 سنتي، ما يزيدش عن كده ابدا يعني، سواء في الابلكاشات، في البلاي وود، في الكونتر، في الحاجات دهيت ينفع معلش، انما غير كده ما اعتقدش ان هو يبقى يعني القطع بتاعه نظيف وكويس وكده. يعني دي بتاعت ايه؟ مش باين.
الحديدة دي معوجة، معرفش هي المفروض تبقى معوجة كده ولا ايه، شايف هنا. وبرضو معرفش الحديدة دي بتاع ايه، لو حد يعرف الحديدة دي بتاعت ايه يا ريت يقول لنا. طلع معوجة كده شوية. اللوك بتاع ال طبعا انتوا عارفين المناشير لازم يبقى فيها سيفتي عشان خاطر ايه، محدش يدوس بالغلط ويكون الجهاز فيه في حاجة شغالة او كده يعني. دي بتاعت الاوربيتال موفمنت او ال مش عارف يسموها ايه بالعربي، اللي هي بتخلي السن يقطع وبعدين يعمل كده وهو راجع، وبعدين يقطع وبعدين يعمل كده وهو راجع، وبعدين يقطع وبعدين يعمل كده وهو راجع، ما يبقاش بيقطع كده على طول رايح جاي، لا يبقى في حركة كده. معرفش بالعربي اسمها ايه بصراحة. السن مجهول الهوية تماما، مش مكتوب عليه اي حاجة، ولا حتى مثلا مقاس او بارت نمبر او كود او اي حاجة، مفيش خالص. تعال نجرب نركبه كده. نسمع صوته، نحط بطارية الماكيتا. هي الزينات بتاعه مش فاريبل سبيد، لا الزينات بتاعه 3 سرعات يعني. بصوا ركزوا كده معايا، لما بندوس دي اول سرعة اهي، تانية، ثالثة. يعني ما نقدرش نقول عليه ان هو فاريبل سبيد، بغير السرعة زي ما انا عايز، لا هو في 3 سرعات حسب المكان البوزيشن بتاع ده فيه بيجيب السرعة بتاعته، لكن هو الزرار بتاعه مش variable speed. شكله نظيف الحقيقة جدا يعني. جاي معاه هنا طبعا الانكي عشان الظبط البليت بتاعته. دي بتلف 45 درجة، في هنا صفر اهو مكتوب. ليها سنتر كده في النص مزقوقة لقدام، ما تلفش، عايز تلفها تروح مرجعها لورا كده شوية وتلف بقى معاك كده او كده. دي تقريبا من البلاستيك، الحتة السودة دي، لكن التاني ده ميتال. لو تاخدوا بالكم هنا، بصوا الحتة دي، خليها لكم اهي، في الشرشرات اللي فيها ديت عشان تعمل لوك مع اللوك الاسود اللي جوه ده. بحيث ان ديت ما تبقاش معتمدة على ربطة المسمار، لا تبقى معتمدة على لوك ميكانيكي هنا، هو تخلي دي ما تلفش وتيجي، المسمار بس بيثبتها في مكانها. والله الحاجات دي بدأت يعني تنتشر جدا، الحاجات الصيني أداءها عامل ازاي الله أعلم، أنا ما عنديش للأسف مكان ينفع أختبر فيه حاجة زي كده. أنا قلت لضياء نفكه ونتفرج عليه من جوه وكده، بس بصراحة مش عايز أفكه يعني، لسه جديد وكده. ف أنا عارف الواحد لما بيفك حاجة بتبقى صعبانة عليه وهي بتتفك يعني. الزرار دوت عشان خاطر لو عملته كده هوت بقفل ان هنا يطلع هوا. انتوا عارفين المناشير
الجيكسوز عادة بيبقى طالع من هنا، هوا الموتور بيبقى طالع من هنا بحيث ان هو يزق قدامي النشارة اللي انا ايه بشتغل بيها عشان ابقى شايف الخط اللي انا ماشي عليه. فلو انا هركب دهيت هبقى بسحب، مش عايز هوا يبقى رايح كده، فكده اقفل الفتحة اللي بتطلع الهوا وكده افتح الفتحة اللي بتطلع الهوا بحيث ان ده يشتغل واقدر اسحب بيه ساعتها. تمام كده تقفل وكده تفتح، كده يبخ هوا لقدام، كده يتقفل الهوا واشغل بقى السكشن بتاع المكنسة اللي انا هركبها. وزنه معقول، البطارية طبعا هي اللي متقلة جامد جدا، بس وزنه الى حد ما معقول، صوته الى حد ما معقول، هيبان طبعا بعد ما يشتغل فترة محترمة، او يعني نشوفه بيقطع ازاي وكده. انا للاسف ما عنديش مكان اقطع فيه، فده فيديو بس سريع كده يبين لكم ايه باور اكشن دي. عندنا مكان هنا اهوت بنركب فيه دهيت، مسطرة قياس القطع، مش عارف انا ما بحبش يبقى حاجة زي كده. طبعا بتاعة القطع دي انا بقعد اظبط فيها في كل قطع، فمش معقول اظبط فيها بالانكي، يعني دي لو كان ليها المسمار دوت ليه بلبلة كده صغيرة الواحد يفك ويربط بيها كانت هتبقى احسن كتير قوي، لكن عشان تقعد تربط مسمارين بالانكي كل ما تغير مقاس القطع بتاعك مش شايفها حاجة ظريفة. دي كده بتبقى دي على حرف الخشب من الجنب، بشوف المقاس اللي انا عايزه وبروح قاطع عليه. عندي هنا العلامة دي بتاعت المكان السن المنشار، انا معرفش الحديدة دي ايه الحقيقة، ما عنديش فكرة هي، هل مثلا عشان ما فيش حاجة تدخل هنا، عادة الجزء البلاستيك ده هو اللي عشان يمنع ان اي حاجة تخش هنا، لكن الحديدة دي ايه انا مش عارف، شكلها غريب اوي. لو حد يعرف يا جماعة يقول لنا في التعليقات الحديدة دي بتاعت ايه بالظبط. براند جديدة في السوق المصري، الله أعلم هتعمل ايه، بس شكلها من الفينش بتاعها الحقيقة محترم جدا جدا. برضو مش عايز افتحها من جوه نتفرج عليها لانها في الضمان، وطبعا لو اتفتحت هيبقى الضمان راح، فنخليها لحد ما ايه تقدم شوية كده وبعدين نفتحها نتفرج عليها من جوه اخبارها ايه. يلا فيديو سريع عن باور اكشن، لان كان حد طلب في الكومنتات ان انا نجيب معدة باور اكشن ونتكلم عليها. الفينش نظيف الحقيقة، ما اقدرش اتكلم فيه، نظيف جدا يعني كمان، لكن نظامها ايه بقى في الشغل الله اعلم، هل مثلا بتلوح، هل لما بيتحط الخشب بيبقى الحمل تقيل على الموتور فبيضعف، مش هقدر اقول لكم لان ما عنديش مكان اشتغل فيه نجارة الحقيقة، مشكلة كبيرة عندي. يلا نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.